وحشه، بس يعني عايزين لو في ايه، لو انت تشيل الكلام ده وتعملها زي ايه، زي وزره السيراميك، والسمك بتاعها يبقى سمك السيراميك، وتبقى ناعمه من فوق، عشان لو في خط يعني لو حصل هبوط وفي خط خفيف نقدر نشوف، لكن كده البتاع مليانه ظل ومش واضحه قوي. تمام. طبعا في صرف هنا بقى، في مشاكل في الصرف هنا؟ لا لا مفيش. امال ايه بقى المشكله اللي خلتنا حضرتك خدت بالك من هنا؟ ماشي احنا عايزين، ما هو بص مفيش ايه؟ ده كان مكان خرسانه الارض. ماشي اوكي، ماليش سيبك من خرسانه الارض دي، خرسانه نظافه. الاساسات بتاع البيت دي ايه؟ لا تقريبا البيت مبني دبش 15 سنه. لا ما ماشي من 15 سنة كانت في خرسانات، معمول خرسانات؟ لا اعتقد لا. طب احنا على الصبح، ما هو احنا عايزين نعرف عشان نديكم الحل. بص يا باشمهندس، ايوه ان كل البيت على وجهه كده واخد سمنت وانزل، بس هنا كان بيطلع تقريبا من تحت بلوك كده حاجه زي كده ويطلع فوق هنا بقى. يعني هو برضو نفس البيوت اللي اتبنت عباره عن طوب. طيب الصرف بتاعكم صرف عمومي مش كده؟ مش ترانشات. يعني ايه صرف عمومي؟ يعني في خزانات؟ مفيش خزانات، لا لا بره. صرف حكومه يعني. طب وفين مصدر الصرف فين هنا في البيت؟ يعني النور واحد؟ احنا كنا لسه هنبني الطور الثاني. وطالعه بره كده. صح كده؟ طب بص بقى، هو في احتمال كبير ان الحمام البلدي ده كل ميه بتتكب فيه بتنزل في الارض تحت، ما بتمشيش في الصرف. ما بتمشيش قصدك في المواسير؟ خالص. ليه بقى؟ لان انا ببص على الحيطان، ادي اولا انت عندك حيطه اهيت فيها هبوط، ما انا بقول لك السبب اهو على طول اهو، انا بفضل ماشي وساكت شويه كده لغايه ما بجيبها يعني. يعني اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. ادي هبوط هنا ماشي في الحيطه اهي يا امام، تمام. وادي هبوط هنا، وادي هبوط هنا، هبوط عند الشباك فوق ماشي، واهو. فالمنطقه دي هي منطقه الهبوط والنزول للميه، فهنا الميه اللي نازله هنا شكلها بتجري في الارض بتاع الحمام البلد، سواء بقى حد بياخد دش بيغسله بيكبه مش مستحيل. ايه طب هو ده، اذا كان هو ده بقى مصدر الهبوط في المنطقه دي، تعالى بقى جوه كده، طالعة من جنب الحمام برضو اهيت. ما هي هنا في مشكله كبيره هنا، انتوا اللي تعرفوها دي بقى. عايزه ايه؟ خش جوه كده كمان، لازم بقى يجي هنا اللي عمل لكم السباكه دي هبوط في الارض هنا برضو بالكامل اهيت. احنا عندنا هنا ادي ظهر الحمام، ادي الحمام البلدي اهوت، وادي الشروخ هنا في الشبابيك وهنا في الحيطان وهنا في الارضيه هنا. فالصرف بتاع سيادتك ده كله كده مفيش بقى لا ورا. ده فين؟ ورا فين؟ تعالى بص ما انا لسه هدخلك البيت من جوه. في هنا فاصل وفي شرخ ممكن تشوفه من الجنب التاني. في شرخ هنا اهو. ماشي. فين بقى البيت؟ منين بقى؟ لا تعالى لسه البيت من جوه كبير. تعالى نخش جوه. تعالوا معانا نخش جوه ونشوف البيت. هتلاقي الحيطة دي واللي في الوش واللي في الوش. المشكلة الحاجات دي كلها ما كناش بنا لما جبنا حاجات دي. ما جبت ايه؟ بضاعة عشان تشطب. عشان اشتغل. بدأت تتركز وتشوف الحاجة. أنا بس أنا مهندس. مدني؟ لا سوفت وير انجينير. طب عادي، ما هو هي حتى لو مدني أو عمارة سلحدي. فدي ما ادلناش احنا كناس مهندسين باي حاجه. انت جايب السباكه وجايب كل حاجه. انت جايب عشان تصب فوق كمان اهوت الحديد. طيب هو انت برضو عندك زي ما انت شايف ده ناحيه المنور. انا مفصل كله من حوالين. خدت بالك؟ كون بقى انه سارح كده وجايب في الناحيه دي، فده امتداد الميه اهو، نفس المنطقه اهيت. تيجي تشوف هنا كده تلاقي ايه
مفيش ورايا مثلا، فيه برضو اهو. اه ما هو بص هو ده كده بالعرض كده ساقط، ده اللي فيه الهبوط الحيطة دي برضو. وبدليل ذلك ان الخط اللي جاي هنا المايل اهوت اهو، ده مايل ناحية الحيطة اهو. فكل المنطقة دي الصالة دي اساسا حاطة من المية اللي ضربة برضو من الحمام برضو. معايا خالص وتسيبه الشتويه دي خالص، لا تشطب ولا تيجي جنبها. مش حديدك جه لفه بس، مش كده حديد ده ما يبقاش فيه هوا يخش له خالص. طالما احنا هنأجل شويه الصب ده هيتلف بمشمع زي ده جامد، هات تاني وتالت ورابع وتقفل عليه لدرجه انه ما فيش بخر يخش له. وانت جبت حديدك وشلته مش هيحصل له حاجه، لفه لفه كويس زي العيال الصغير كده. وسيادتك هتوقف الصب والتشطيبات دي الشتويه دي كلها. ليه؟ لان انا لو حملت، لو في هبوط في التربه وانا حملت سقف جديد مسلح بالمايه، سيبك من التشطيب نتكلم في الاحمال، لو حملت سقف على الحيطان دي وحصل فيها هبوط انت الخسران وصرفت على الفاضي. يا ماما تستقل، طب طالما اللي تحتيه مش شايلني احط له وزن، يبقى نعمل ايه؟ حديدنا جه نركنه ونلفه كويس وتصبر الشتويه دي خالص. سامعني ايه هندسه؟ يعني مش بعد ما امشي تقول لا مش هيحصل. نصبر الشتويه وعلامات الجبس عندنا بس، تفور الحمامات والسباكه دي خالص. دي الحاجه اللي انت هتعملها عشان نمنع الايه؟ الميه. خلي ان الميه اللي موجوده دي بتخف بالتدريج وعملت تريحه سنه وطقت حته الجبس، نحط لها جبس تاني. انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن الميه دي تهرب لان طبعا كانت في ميه ضغطة وفتتت الاساسات تحت الاساسات التراب يعني. طب احنا وقفنا الصرف، الميه بقى بتسحب في الارض، ممكن تروح عامله تريح سنه تاني. فما نخافش وما نقولش الدنيا بتخرب، نيجي عاملين علامه تاني جبس. العلامه التانيه دي بقى اللي لو حصل فيها حاجه يبقى مش هنعرف نصب. يبقى البيت هنا ايه؟ مش هيقدر يشيل. لكن لو ما شرختش التانيه لغايه بدايه الصيف يبقى احنا كده ثبتنا التربه بتاعتنا. بس تعرف ان كده بقى في خطر تحت البيت ده، ان احنا ما نخليش فيه ميه تضرب. ليه؟ لان البديل انك تحقن. يعني ايه تحقن؟ يعني ما كان بيجي زي بتاع البريمه كده ويفضل يضخ في اسمنت تحت الاساسات هنا عشان يثبت لك التربه. احنا لسه النهارده المهندس يوسف رايح اهو اهو، وسمك السيراميكا نفس المكان ده، ودي تنقرها كده علشان خاطر يمسك الايه؟ الجبس بالايه؟ نفس الكلام هتعمل لنا واحده هنا برضو هنا هيت. دي برضو واحده هنا تاني كده كده، ده هيتفتح باب اصلا. لا ما تفتحش بابين ولا تقفل بابين ولا تعمل حاجه دلوقتي خالص. الكلام ده برضو هنعمله في اي مكان فيه ايه؟ في شرخ. نعم يا بابا.